تحية لكم الطبعة الأولى في قناة الحياة، وهذا أحمد المسلميني يحييكم، السلام عليكم. واحد، الرمال السوداء في مصر صناعة الأمل. الرمال السوداء من اسمها هي رمال سوداء، في الأساس عبارة عن رواسب قادمة من منابع النيل. هذه الرمال السوداء رمال غنية بالمعادن الثقيلة، وهذه الرمال السوداء ثروة كبيرة. إنما ده كلام بيتقال في الصحافة في مصر بقاله سنوات طويلة جدا، لابد من استثمار الرمال السوداء في مصر. لكن زي ما بدأ ده ككلام انتهى ككلام، لم يتم عمل أي استثمار في الرمال السوداء في مصر، رغم سنوات من حديث الجيولوجيين والعلماء والباحثين في هذا الإطار. لكن أخيرا تحقق الأمل، في 2022 افتتح الرئيس السيسي مجمع مصانع الرمال السوداء في البرولس في محافظة كفر الشيخ. الرمال السوداء في مصر موجودة على الساحل الشمالي من العريش إلى رشيد، حوالي 11 موقع رئيسي طبقا لهيئة الطاقة النووية المصرية، حوالي 11 موقع من العريش إلى رشيد موجود على هذا الامتداد، فيها رمال سوداء بكثافة يمكن استثمارها. طيب لما احنا بدأنا في هذا الموضوع، هل فقط نتيجة حديث الصحافة أو حديث الجيولوجيين العام بدأنا في هذا المشروع؟ لا طبعا، لجأنا إلى شركات كبرى بخبرات كبيرة جدا، استرالية بالأساس، علشان نشوف دراسة جدوى هذا المشروع. هل هو مجدي اقتصاديا؟ هل هنقدر نسوقه بعد ما نصرف عليه هذه المصاريف؟ هل هو هيدر عائد بالفعل؟ ودراسة الجدوى انتهت إلى أن هذا الموضوع مفيد للغاية واقتصاديا ممتاز وبيئيا لن يضر إطلاقا بالبيئة المحيطة. بعد دراسة الجدوى المشجعة جدا دي والمتفائلة للغاية، بدأت مصر الاستثمار في هذا الموضوع، فكان ذلك المجمع الكبير لصناعة الرمال السوداء، وصناعة بمعنى أنه يتم استخراج وفصل المعادن الثقيلة من الرمال السوداء. إيه أهمية الرمال السوداء؟ يعني لما نطلع هذه المواد وهذه العناصر، حوالي 41 عنصر بيطلع من الرمال السوداء، بنتكلم على حاجات أساسية حوالي 8 من المعادن الثقيلة اللي بتطلع من الرمال السوداء. بتستخدم في إيه الرمال السوداء؟ بتستخدم في أشياء كثيرة جدا، من أول حتى وانت في البيت، فلتر المية، السيراميك، الزجاج، حاجات كتيرة جدا تستخدم فيها الرمال السوداء. الجلود، صناعة الورق، تستخدم فيها الرمال السوداء. إنما كمان في حاجات استراتيجية، تبطين المفاعلات النووية من الداخل تستخدم فيها الرمال السوداء، يعني المفاعل النووي من الخارج، في بقى تبطين المفاعل من الداخل عشان درجات الحرارة الهائلة لداخل المفاعل، فتبطين المفاعل النووي من الداخل بتستخدم في الرمال السوداء. أيضا في تصنيع هياكل الطائرات، الغواصات، الصواريخ تستخدم فيها الرمال السوداء أو المعادن الثقيلة التي تستخرج من الرمال السوداء. فشوف بقى من الزجاج والسيراميك وفلاتر المية والورق والجلود إلى الطائرات والصواريخ والغواصات وتبطين جدران المفاعلات النووية، استخدامات مهولة للرمال السوداء والمعادن الثقيلة الخارجة من الرمال السوداء. أكتوبر 22 افتتح الرئيس هذا المجمع الكبير، والحقيقة كان فيه حفاوة كبيرة جدا في وسائل الإعلام بهذا الإنجاز الكبير، لأنه من سنين بنتكلم عن هذا الموضوع، من سنين أوراق تنشر في هذا الأمر، ولكن لم يتم أمر إلا أخيرا في 2022 زي ما قلت لحضراتكم. هذا المشروع بيوفر 5000 فرصة عمل، إنما الأهم فيه هو العائد الاقتصادي الكبير اللي هينجم عنه، لأنه تم استخدام تكنولوجيا متقدمة للغاية في هذا المشروع، سواء تكنولوجيا استرالية أو تكنولوجيا صينية. هذا المشروع الحقيقة يمثل نموذجا كبيرا لصناعة الأمل في مصر.
2، هل ينجح العلماء في إطالة عمر الإنسان إلى 200 سنة؟ الإجابة نعم يمكن. علماء الوراثة بيشتغلوا حاليا على موضوع إنه في فرضية علمية إن الشيخوخة مرض زيها زي أي مرض، وإن أمراض الشيخوخة هي أمراض فرعية ناتجة عن مرض رئيسي هو مرض الشيخوخة، وبالتالي إذا عالجنا مرض الشيخوخة هنعالج الأمراض الناجمة عن الشيخوخة، وبالتالي يمكن مد عمر الإنسان إلى 150 سنة في المتوسط وربما إلى 200 سنة. ديفيد سينكلير هو عالم الوراثة الكبير اللي بيشتغل في هذا الموضوع، درس في أستراليا ودرس في MIT في أمريكا، وحاليا مدير مختبر في جامعة هارفارد الأمريكية المرموقة. ديفيد سينكلير BBC عملت معه حوار وسألته، هل الشيخوخة مرض؟ هل يمكن علاجه؟ هل يمكن إطالة عمر الإنسان؟ هل ممكن نعدي 150 أو نصل إلى 200 سنة؟ ماذا تقول الهندسة الوراثية الآن في هذا الموضوع؟ في الواقع في استثمارات كبيرة جدا في حقل جديد اسمه التكنولوجيا الحيوية. التكنولوجيا الحيوية علم الأحياء مع التكنولوجيا، وبالأساس الاستثمار في موضوع الجينات أو جينات الكائن الحي عموما، الموضوع الرئيسي أو الجانب الجيني الموضوع الرئيسي لعمل التكنولوجيا الحيوية. الاستثمارات في التكنولوجيا الحيوية، اقتصاديات الجينات إذا جاز التعبير، وصلت لكام سنة 2019؟ 110 مليار دولار، رقم خرافي، 110 مليار دولار. 2025 التوقع تبقى كام؟ 600 مليار دولار، خيال آخر، أكتر من نص تريليون دولار حجم اقتصاد التكنولوجيا الحيوية أو الشغل في موضوع الجينات في العالم. بالعودة إلى ديفيد سينكلير والكلام اللي قاله لBBC عن رؤيته لموضوع الشيخوخة، نمرة واحد بيقول في حاجة اسمها الإيجينوم اللي هي أنظمة الخلية وفي الجينات، فبيقول إن الإيجينوم كأن ده البرنامج أو السوفت وير اللي بيشغل الخلية، إنه لو حصل مشكلة في أنظمة الخلية اللي هي الإيجينوم دي، يحصل زي ما يكون في CD قرص مدمج وحصل فيه خدش، فتلاقي مش عارف يقرأ كويس البيانات اللي عليه. فالإيجينوم أو أنظمة الخلية هي اللي بتفهم الخلية إن أنت خلية وإنه دورك كذا، الوعي الكامل الخلية بالأداء والتعامل مع 20,000 جين داخل الخلية اللي بيشتغل على ده كله، اللي بيوجه ده وينظمه ويرتبه ويخلق الوعي بيوجه الأداء، أنظمة الخلية اللي هي الإيجينوم. لكن الإيجينوم ممكن يحصل زي القرص المدمج لما يصاب بخدش ويبدأ يبوظ وما يقدرش ان هو يقرأ كويس أو يوصل بيانات كويس، فالإيجينوم في هذه الحالة ما يقدرش يوصل المعلومات للخلية بشكل دقيق، فتحصل الشيخوخة أو أمراض الشيخوخة. يبقى إذن عندنا الشفرة الجينية حاجة وأنظمة الخلية الإيجينوم حاجة تانية. الأنظمة دي اللي مهمة جدا في إن هي تمنع الإنسان يصل للشيخوخة في وقت ما، أو لو هنجد بدري توصل الإنسان للشيخوخة في وقت أسرع. طيب هل في قانون في علم الأحياء بيقول إن لازم الإنسان يصاب بالشيخوخة في تحت 100 سنة؟ الإجابة اللي عند سينكلير إنه لا، ممكن الإنسان يقعد ل 150 160 170 سنة ولا يصاب بالشيخوخة، نتيجة إن هو يقدر يتصرف في الجانب البيئي أو الحياتي أو نمط الحياة، لأن هو بيقول إنه الجزء المتعلق بالحمض النووي مش هو بس اللي حاسم، مش الجزء الجيني فقط اللي حاسم، إنما الجزء المتعلق بالأكل والشرب ونمط الحياة هو ده الجزء الحاسم في إبطاء الشيخوخة. في نهاية الإنسان هيموت، وفي نهاية تيجي شيخوخة لا محالة، لأن ده قدر الإنسان في الحياة طبقا لما قدر الله عز وجل خالق هذا الإنسان. نتكلم على إبطاء الشيخوخة، بدل ما تكون في 80-90 تكون في 150-180. ده الكلام لسينكلير وعلماء الهندسة الوراثية واللي شغالين في تكنولوجيا الحياة بيشتغلوا فيه. جيف بيزوس الملياردير الكبير صاحب أمازون برضو عنده مختبر بيشتغل في هذا الموضوع لإبطاء الشيخوخة. في أكابر علماء العالم الحائزين على نوبل وعلماء كتير جدا بيشتغل في هذا السياق. إذا سينكلير بيقول إنه لو الأكل كويس
مثلا زي اليابان، نموذج الاكل في اليابان. انا زرت اليابان قبل كده، واللي زار مع حضرتك اليابان يلاقي انه الناس ممكن في سن 90 وسن 100 عندهم لياقه وحركه وحياه طبيعيه. الشيخوخه هناك متاخره كتير في اليابان، اكتر من نص مليون انسان في اليابان فوق 100 سنه. هذه الشيخوخه اللي هي متاخره والحيويه حتى في سن ال 80 وال 90 وال 100 اللي موجوده في اليابان نتيجه الغذاء بالاساس ونمط الحياه والرياضه وما الى ذلك. لان الشيخوخه مرض يمكن علاجها وممكن تتاجل زي اي مرض اخر اذا احسن التعامل مع الانسان في هذه الحاله، انه حتى بعض الحاجات اللي تبان انها حتميه وان ما لهاش علاج حاليا العلم توصل الى علاج ليها. مثل علماء مؤخرا جابوا في ايران عندها مشكلة في البصر لا ترى نهائيا، وتوصلوا ان في ثلاث جينات مسؤول عن الاعصاب البصرية، وتم التدخل في الثلاث جينات فاعيد البصر الى هذه الفئران وبقت تشوف رؤية كاملة. اذا في المجمل بالتعامل انظمة الخلية والشفرة الجينية والنمط الغذائي والحياتي ممكن ده كله يتطور ويؤدي الى ان عمر الانسان يطول ويتم ابطاء الشيخوخة. طبعا واحد زي جيف بيزوس والمليارديرات الكبار دول عندهم ثروة طائلة، فعايزين يستمتعوا بالحياة لأطول فترة ممكنة، وأن عمرهم يبقى عمرين، يعني اضرب في اتنين فيعيش 170 180 أو 200 سنة، يبقى ثلاث أعمار متوسط أو عمرين. الهدف الرئيسي اللي عندهم الاستمتاع طبعا بالحياة، إنما العلماء بيقولوا التكنولوجيا الحيوية لو نجحت في ده هتخلي إنه كبار السن مش عبء على عائلاتهم ولا عبء على الدولة ولا الضمان الاجتماعي، وإن ده هيخلي الناس تشوف أحفاد أحفادها أو تشوف أجيال كتيرة ما كانتش تحلم إنها تشوفها. طبعا كل ده كلام في الساينس وده كلام في العلم، إنما إيه الأثر الاجتماعي والأثر النفسي إن في إنسان متوسط عمره يكون 150 إلى 200 سنة؟ يعني شكل الحياة يكون إزاي؟ اجتماعيا الموضوع يكون إزاي؟ لسه بقى الموضوع السوسيولوجي والسيكولوجي الاجتماعي والنفسي مفيش دراسات كافية فيه. هنراجع مع بعض على السبورة اللي احنا قلناه في هذا الموضوع الشيق اللي العلماء بيحاولوا فيه ان هم يصلوا الى موضوع اطالة عمر الانسان. احنا قلنا حضراتكم في مصطلح اسمه التكنولوجيا الحيوية. يعني الاستثمار في الجينات بالاساس. بس قلنا في رقم رهيب 2019 كام؟ 110 مليار دولار. طب سنة كمان سنتين 2025 هيبقى كام؟ هيبقى 600 مليار. شوف الرقم مذهل، أكتر من نص تريليون دولار. موضوع إبطاء الشيخوخة ديفيد سينكلير واللي بيشتغلوا في هذا الموضوع بيقولوا إيه؟ إحنا عارفين حاجة اسمها الشفرة الجينية. هو قال ان في او العلماء الشفره الجينيه، وهنا انظمه الخليه اللي احنا قلنا اسمها الايجينوم. الانظمه بتشغل الشفره، يعني اذا الخليه هنا فيها 20,000 جين الانظمه اللي بتشغل الخليه. لو الانظمه دي حصل فيها خدشه وحصل فيها مشكله، طب طاقت تعبت كبرت، فهذه الأنظمة تبدأ في هذه الحالة الخلايا تضعف ويحصل الشيخوخة. طب نقدر نعدل في الإيجينوم؟ نقدر حسب كلام العلماء اللي شرحناه من شوية. نقدر في هذه الحالة نبطأ من المشاكل اللي هنا، نقدر في هذه الحالة عمر الإنسان ممكن يمتد لو إنه هذا النظام الإيجينوم قدر يخش على الشفرة الجينية أو الجينات اللي جوه الخلية ونبهها لعملها. في هذه الحالة ممكن عمر الإنسان يصل إلى 150 سنة وممكن 200 سنة. دي خلاصة مشروع إبطاء الشيخوخة أو علاج الشيخوخة واعتبارها مرض. لكن خطورة ده زي ما قلت لحضراتكم إيه قبل كده، إنه من الناحية النفسية والناحية الاجتماعية، تخيل مثلا لو في مجرمين أو نصابين أو إرهابيين أو ناس مدمرين عايشين 200 سنة. يعني الجزء برضه اللي بيخلي الناس تستريح ان اي مجرم مهما فعل في النهايه هيموت، فده مدي امل للناس انه في نهايه بيولوجيه للشر
لكن لو الشر كده منفتح بيولوجيا وملوش نهاية أو يقعد لقرنين من الزمان، طبعا أثر ده النفسي والاجتماعي والثقافي والسياسي على العالم يكون أثر كبير ومؤثر جدا. لكن لا شك إن اهتمام العلماء بهذا الموضوع المثير للغاية ده شيء من الناحية العلمية مشوق وممتع. وفاصل ونكمل. ثلاثة تتحدث وكأنها تغني، زيارتي إلى السيدة نجاة الصغيرة. نجاة الصغيرة من أجمل الأصوات في تاريخ الفن العربي. نجاة الصغيرة هي نموذج للرقة والعذوبة والرقي. نجاة الصغيرة كفنانة أبدعت في عدد رائع من الأغاني، وأبدعت أيضا في 13 فيلم سينمائي. في السينما مثلت نجاة الصغيرة مع الكبار، من فؤاد المهندس إلى عادل إمام، من أحمد مظهر إلى أحمد رمزي، من إسماعيل ياسين إلى صالح سليم، حسن يوسف، شخصيات كتيرة جدا اشتغلت معاهم السيدة نجاة الصغيرة. في أفلام نجاة الصغيرة بنشوف متعة بصرية رائعة، إنما في أغاني نجاة الصغيرة اللي ممتدة معانا إلى الآن وممتدة في المستقبل القريب والبعيد في متعة لا نهائية من هذا الصوت الرائع، قيثارة الغناء نجاة الصغيرة، أو الصمت الصاخب نجاة الصغيرة كما كان يسميها الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب. نجاة الصغيرة شهدت عصر الكبار، يعني كانت تتعامل مع كبار ذلك العصر. قالت لي مرة في اتصال تليفوني إن هي ما كانتش بتفكر كتير في مواجهة المشاكل، لأن كان سهل قوي تلجأ لناس كبار جدا في الوسط تسألهم، من محمد عبد الوهاب إلى بليغ حمدي إلى كمال الطويل، من نزار قباني لمحمد التبعي، من عبد الحليم حافظ إلى أختها سعاد حسني، كوكبة كانت حواليها ممكن تلجأ وتتناقش معاهم في قضايا مختلفة في الفن والحياة. نجاة الصغيرة بدأت وهي في سن صغير جدا وهي طفلة غنت في حضور كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، كانت نجاة وقتها في الرابعة تقريبا من عمرها. بعد كده لما ظهرت موهبتها الكاتب الصحفي فكري أباظة كتب يقول يجب أن تستولي الحكومة على هذه الفنانة، بمعنى لابد من رعايتها حكوميا لأن دي فنانة كبيرة جدا وصاعدة في المستقبل. وكان كلام فكري أباظة في الصميم، لأن بعد كده بقت واحدة من أجمل الأصوات، واحدة من أكبر نجمات الفن في العالم العربي. نزار قباني الشاعر الكبير بيقول لما بأصدر ديوان في آلاف بينتظروه، لكن لما نجاة الصغيرة تغني قصيدة من قصائد الديوان الملايين بيسمعوا عن هذا الديوان. نجاة الصغيرة قبل سنوات وأثناء الموسم الثاني من الطبعة الأولى كلمني الفنان الكبير أستاذ محمد ثروت وقال لي نجاة الصغيرة كلمتك، عرفت رقمها، كلمتها على الفور، أنا أحد معجبيها. واشتكت وقتها من الكلام اللي اتقال عن علاقتها بسعاد حسني وعن كلام كتير غير دقيق عن العائلة، وقتها اتكلمنا عن كده في الطبعة الأولى في الموسم الثاني. نجاة الصغيرة لا تزال تتابع الطبعة الأولى، ونجاة الصغيرة لما زرتها في البيت قبل سنوات لقيت انه التاريخ والفن حاضر، في صورة ووسام من الرئيس جمال عبد الناصر، في من الرئيس الحبيب بورقيبة في تونس، الرئيس زين العابدين بن علي بعد ذلك، الملك الأردني الحسين بن طلال. كمان نجاة الصغيرة بتتكلم تنتمي إلى جيل مختلف تماما، وهي بتتكلم غير طبعا الرقة في الحديث، إنما كمان الأسلوب الدبلوماسي الراقي، بتتكلم كأنها بتلقي خطاب في الأمم المتحدة، كل كلمة بحساب. أوقات في اتصالاتنا المتعددة تقول لي معلش هرجع تاني أعيد الجملة دي لأن الكلمة دي ما كانتش دقيقة، وأوقات كتير تقول لا يمكن مش ده بالظبط اللي أقصده، ممكن لو قلت الكلمة دي تكون أفضل، مع إن كل الكلام بتاع نجاة هو كلام مهذب وراقي ومنضبط ومتحضر ورائع. كل الكلام أحدث أغنية لنجاة الصغيرة للكاتب الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي
سنة 2017، ولما أخرجت ككليب يعني لقى جماهيرية كبيرة جدا، وكان إخراج الأستاذ هاني لاشين. الحقيقة نجاة الصغيرة هي ركيزة أساسية في تاريخنا الفني، نموذج رائع للقوة الناعمة المصرية، فنانة أصيلة بامتياز، راقية بامتياز، كمان إنسانة بامتياز، أعمال خيرية وإنسانية كتير محدش يعرف عنها، وتبرعت أيضا لصندوق تحيا مصر. نجاة الصغيرة نموذج رائع للقوة الناعمة المصرية. تحية من الطبعة الأولى لقيثارة الغناء العربي السيدة نجاة الصغيرة. السكون الصاخب قيثارة الغناء العربي نجاة الصغيرة، القوة الناعمة المصرية. شكرا لحضراتكم، وإلى حلقة جديدة من برنامج الطبعة الأولى.